بما انه بلشنا نحكي عن موضوع رمضان، عن هالشهر الفضيل، كمان بدنا نحكي عن موضوع البشره وشو بيصير بهذا الشهر، بما انه اكيد رح يكون في كثير تغيرات على جسمنا. فكرمال انترستينغ، كرمال هذا الموضوع اكيد رح نستضيف معنا لتاني مره باستوديو دكتوره مروه البدوي، اخصائيه جلديه بعياده كايا كلينيك. اهلا وسهلا فيك، صباحك ورد. صباحك جميل. اوكي، طيب خبرينا دكتوره، بدي اعرف عاده برمضان بيتغير الميتابوليزم، بعتقد اكيد لانه من شخص كان ياكل يمكن ثلاث او اربع وجبات بالنهار فجاه عم تنقسم، يعني عم بيروح كل نهار ما عم ناكل. مزبوط. فبعتقد رح يكون في تغيرات حتى على البشره. طبعا. خبرينا هيك بشكل عام اول شيء شو بيصير؟ الاول احنا سعيدين ان رمضان جاي والحمد لله يا رب اللهم بلغنا رمضان، وده شهر الرحمه من ربنا سبحانه وتعالى، بنرحم اجسامنا من الاكل شويه. وفي تطهير للجسم، ديتوكس. انت تعرفي كتير انظمه غذائيه بيبقى فيها ديتوكس اللي هما نقعد مده طويله صايمين وبعد كده لما ناكل حاجات خفيفه المفروض. فطبعا فتره الصيام السنه دي هتبقى جايه في الحر، في اقصى حراره، واليوم بيبقى طويل. فاحنا لازم نحتاط كويس لحكايه طول اليوم، ان احنا لازم نستعد اليوم اللي قبل في السحور، تسحروا فان نفس سحوري بركه طبعا. لازم نتسحر كويس، مش معناه ان تبقى وجبه تقيله، لان احنا كل ما اكلنا اكتر هيطلع نسبه انسولين اكتر، هنحرق اسرع، هنجوع اكتر. فناكل بالمعقول الاغذيه اللي ممكن تتحرق بالراحه ببطء، بحيث ان هي تخلينا طول اليوم حاسين ان احنا الى حد ما مش جعانين قوي، او مش جعانين لدرجه كتير عم تزعج يعني. بالظبط. فنقلل السكريات على قد ما نقدر في السحور، تبقى العيش بدل الابيض عيش بني، ده بيتحرق وياخد وقت اكتر على ما يتحرق. البقول والاغذيه اللي بتقعد في المعده مده اطول احسن من السكريات والحاجات الدهنيه. اليوم طويل، فاحنا بنتعرض للحراره، نحاول نتجنب الحراره على قد ما نقدر. واذا اضطرينا نخلي معانا زي سبراي في الشنطه، او حاجه نقدر نغسل وشنا على قد ما نقدر مرات كتيره. نبرد جسمنا. السبراي اللي هي فيها المي. بالظبط ميه بس. تسبراي على الوجه وعلى الاطراف بحيث ان احنا نقلل حراره الجسم اذا مضطرين نقعد في الحر. اذا مش مضطرين نقعد في الحر برضو نحاول، مش هنقول نقلل مجهودنا، بس لو عملنا مجهود نحاول نبرد الجسم، ناخد شاور بميه فاتره او ميه مش بارده قوي على قد ما نقدر، نبرد الجسم على قد ما نقدر، لان حراره الجسم ممكن تعلى بسبب نقص السوائل بالنهار. مزبوط. والتعرض للحراره، وده طبعا بيأثر على الصحه وعلى الجسم وعلى الشكل وعلى الجلد وعلى كل حاجه. طيب ننتقل بعيدا عن موضوع الاكل، نروح على موضوع المية. بنعرف كلياتنا ان المية عصب الحياة طبعا، وبنعرف كمان انه طبعا يعني بجوز الواحد بفترة رمضان اكثر شيء بيعطش، يعني مش يعني بجوز ما بجوع قد ما بيعطش. صحيح. فعلا صحيح. ف وطبعا هي السنة تعتبر كأكثر سنة راح تكون كيوم، بأي يوم من رمضان راح يكون كطويل كمدة، بالإضافة إلى حرارة راح تكون مرتفعة طبعا نوعا ما. بس بنفس الوقت خبرينا عن المشاكل يلي ممكن تحدث من وراء نقص المياه بظروف خاصة بالأجواء وطيلة الوقت للواحد يأخذ مية. نقص المياه هتأثر على كل الجسم، لأن احنا عارفين ان اغلب جسمنا 70% من جسمنا ماء، فكل خلايا الجسم هتتأثر. اول حاجة ان الكلى بتنقي الجسم، فالكلى بتحتاج مية عشان تشتغل، عشان الدورة الدموية. في ناس عندهم ضغط منخفض ممكن ضغطهم ينخفض زيادة إذا عرقوا زيادة وما كانش. طبعا البشرة ممكن بيظهر عليها الجفاف. الشعر، الجسم، جميع أعضاء الجسم بتتأثر، الدورة الدموية، كل شيء. فعشان كده فترة ما بين الفطار والسحور لازم نهتم بشرب المية كويس. 100% هنقول 8 أكواب مية. في ناس ما بتحبش إن يبقى في إيدها على طول إزازة مية، فممكن يبقى مية مع سوائل، سوائل زي اللبن خالي الدسم، سوائل. الشاي الخفيف الأخضر ده صحي. وسوائل بدون سكر. بدون سكر أو بسكر خفيف قوي. أو بديل السكر الطبيعي مش الصناعي. طب كيف ولا في بعد الشاي بدون سكر يعني؟ لا
حطوا سكر على تشرب سكر معناته بديل السكر بديل السكر من النباتات الطبيعيه. حلو وسعراته منخفضه. العصائر اللي احنا اللي تعودنا من اهالينا ومن جدودنا نشربها في رمضان كلها مدروسه بشكل علمي جدا. يعني لو جه العلم دلوقتي العرق سوس ماء الورد الحاجات دي كلها فعلا من الحاجات اللي بتنقي الجسم وحاجات بتقعد وبتفيد الجسم فعلا. مظبوط. وبتحس انه بتعطيك حاجتك من السكر بتروي. يعني انت اذا كنت ايه غير انه بتروي انت بتكون ايه يعني اوقات الجوع بخليك تفكري دغري بالشيء الحلو مش بالشيء المالح فبتحس انه هذا الشيء عم يعطيك اللي بدك اياه بتمتص يعني. بسرعه وبترفع مستوى السكر ايه. بسرعه وتخلي الانسان يحس بالراحه والارتياح. والله ذكرتيني هيك حنينا لعرق سوس وللتمر الهندي. التمر الهندي يلا يا رمضان. طب دكتورة خبرينا شوي بما انه مثل ما قلتي رح يبين الجفاف على البشرة او على الشعر شو الحالة هيك ما نخلي نحافظ على صحة الجسم فهنحافظ على صحة البشرة. فأول حاجة زي ما قلنا شرب المية السوائل العصاير نقلل شوية القهوة والشاي العادي ونخلينا على الشاي الأخضر والعصائر بتاعت رمضان الجميلة. نرطب الوجه زي ما قلنا كتير نغسله كتير نحافظ على نظافته لأن اللي بيحصل في الأيام الأولى بالذات في الأسبوع الأول من رمضان عملية الديتوكس الجسم بيتخلص من التوكسينز أو الكيماويات الضارة اللي احنا بناخدها في المواد الحافظة والحاجات المنضافة على الأغذية فبيتخلص منها عن طريق العرق عن طريق الجلد. مظبوط. فبيبدو الجلد شكله مش حلو في أول كام يوم في رمضان زائد الجفاف فغسيل الجلد المتكرر بالميه كويس جدا. أوكي. منظف خفيف عشان ما يجفش. مرطب المرطب بيختلف حتى البشره الدهنيه اللي فيها حبوب لازم تاخد مرطب أكيد. بس بنقول اختاري المرطب المناسب يكون اويل فري للبشره الدهنيه او المختلطه. اما البشره الجافه الحساسه العاديه ممكن بتاخد مرطب فيها هيالورونيك اسيد بيحافظ على الميه على سطح الجلد. الصن بلوك وقي الشمس في الحر مهم جدا 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 مهم طول السنه بس مهم اكتر في رمضان. يقلل نفاذ اشعه الشمس الضاره للجلد لانه جاف ومش في حالته الطبيعيه. حوالين العين بيبان الاجهاد لان احنا ما بننامش كويس بالليل في رمضان فنحاول يعني انا عارفه ان الناس بعد الفطار بتحتفل وبتحب تسهر والعائلات بتتقابل وبنفضل صاحيين لحد السحور وننام اكتر من النهار لازم ننام شويه بالليل ان شاء الله ساعتين. نحاول ان احنا نوجد ساعتين اراوند ميد نايت يعني من 10 ل 2 مثلا نصحى على السحور ممكن بس نحاول ان احنا نلاقي ساعتين ثلاثه نوم لان نوم النهار لا ما في بديل على نوم الليل. بالضبط يعني في بعض الاشخاص لانهم بركزوا على القيلوله تاعت الظهر فبالنهايه بالليل اوكي بتصفي شغله انه بجزء من السهر بتصفي ارق ولما يكون في ارق بياثر على الجلد لما يكون في جلد نضطر نروح على كايا. تمام. اوكي طيب شو بدك تنصح الاشخاص يلي يعني رمضان اوكي بيصوموا بالنهار وبيجي الليل وببلش الاكل بطريقه بدون تفكير بصير ما هبه ودبه يعني في عن جد يعني في كثير اشخاص بياخذوا المعنى السطحي اذا بدك للامور وعن جد بياكلوا بطريقه خلص بطل في كنترول على الموضوع. يعني شو معقول نقول لهم او شو معقول بس ننصحهم في اشياء بعتقد نحن لازم نبلش فيها اشياء معينه اكيد معروفه طبعاً. برمضان مثل التمر الصغير ف شو الاشياء الاساسيه اللي لازم ناكلها وشو الاشياء اللي لازم نحن نبعد عنها نهائيا. الأغذية التقليدية في رمضان كلها حلويات ودهون وسكريات ومش صحية. نحاول زي ما انت قلتي نبدأ بالتمر والمية ان احنا نملى معدتنا بحاجات صحية. بعد كده الأغذية موجودة على الأنواع الأطعمة الموجودة على السفرة مغرية مفيش مانع ان انا أدوق من كل صنف بس مش ضروري ان انا يعني معلقة رز معلقة مكرونة يعني أدوق من كل شيء عشان ما احرمش نفسي برضو ولكن مش كميات مملاش معدتي لأن ملء المعدة بعد ما كانت فاضية مدة طويلة طبعا بنحس بالخمول والكسل والدم كله بيروح للأمعاء فنحس ان احنا بدوخة ان احنا مش مركزين. خلاص دكتورة للأسف يعني بعض يعني اسمه الطبق الرئيسي المين كورس اسمه مين كورس. طيب ما هو انت ليش تخلي المقبلات مين كورس والتمر مين كورس والمين كورس نفسه بتخليه مين كورس تريبل. يعني بعض الأشخاص فعلا دكتورة بتصفي الشغلة فجعنة يعني إشي مستفز مرات إحنا كان نحكي كمصطلح بيكون موجود فعلي لا يعني إنه مثلا والله وقت الإفطار أوكي إنه وقت خلص إنه الواحد يعني يعتبر انه اذا ما اكل بيعتبر حاله هيك عامل رجيم دكتورة صح ولا لا؟ فشو افضل الانواع الاغذيه يلي انت بتنصحي فيها؟
لصحه الجسم ولصحه الروح كمان نبدا نعم. بالحاجات الطبيعيه المش مطبوخه زي نعم. التمر والميه وبعديها طبق السلطه شوربه او جميل. السلطه جميل. طبق السلطه لازم فيه على الاقل اربع الوان لو كلنا دول احنا هنحس بالامتلاء فهيبدا الواحد ياكل اقل مظبوط لكن خلص الشوربه وخلص طبق السلطه هتلاقي خلاص اولموست فول وزائد ان الاغذيه المش مطبوخه زي السلطه مليانه فيتامينز اللي احنا محتاجينها طول النهار فيتامين دي فيتامين اتش فيتامين الحاجات كمان لصحه البشره ولصحه الجسم فيتامين سي عصاير البرتقال والليمون نعم نركز فيها بعد كده ندوق من المين كورس ندوق من كل طبق من كورس ندوق شويه شايفين الدكتوره سمحت لكم تدوقوا كل معلقه من كل طبق طيب بعد كده طبق الفواكه برضو مهم ممكن ناخره شويه بعد ساعه او ساعتين الفواكه الطازجه ثلاث او اربع انواع والفواكه برضو القليله السعرة مش ضروري يكون عنب مش ضروري يكون مانجو ممكن الشمام البطيخ فيها سوائل كتير تعوض زائد ان فيها فيتامينز البرتقال الموال الاناناس المكسرات بكميات معقوله حلو. يعني بنقول لا انا بخلينا نحس انه فل نعد الحبات على قد قبضه الايد 8 حبات بس ده سلام حدا يكون ايده كبير والله دكتور ما اتخيلك الموضوع يمشي هيك 8 حبات على عن عد بالضبط طيب بدي اسالك شو لازم هل هناك شيء معين نحن لازم نختم فيه يعني حلو. قبل ما يرجع اذا بدك يطلع الضوء انه في شيء على طول لازم فينا ناكله بس كرمال تا ما بعرف خلينا ما نحس بالجوع سريعا زي ما قلنا الجوع والعطش احنا عايزين حاجه تقلل لنا احساس بالجوع والعطش فالحاجات اللي بتقلل احساس بالجوع زي ما قلنا نستبدل الخبز الابيض بالخبز البني ده بياخد دبل التايم ان علشان اللي يتهضم فبيقعد اذا كان ده بيقعد اربع ساعات ده بيقعد ست ساعات ثمان ساعات في المعده احيانا نعم. فالخبز البني هيحسسنا بالشبع هنصحى مش جعانين الصبح الحاجة التانية الجبن الخفيفة خلية الدسم كويسة وخفيفة وبتقلل الإحساس بالعطش زائد البقول زي الفول زي الحمص الحاجات دي بتقلل برضو الإحساس يعني بالجوع مدة أطول بتقعد في المعدة مدة أطول من الأجبان والأغذية التانية الألبان بالليل زي الزبادي زي اللبن زي الحليب الحاجات دي لازم نختم السحور بيها أوكي. بتقلل الإحساس بالعطش جدا وبتغذي الجسم بالكالسيوم والفيتامينز اللي احنا محتاجينها يمكن أنا مش بحاجة ساعتها يعني إذا بتاكلي جبنة ما بتعطشي قد ما بتاكلي يمكن إذا بتنهي بالخبز مثلا الخبز رح يعطشك أو لا ننهي بالزبادي أو اللبن أو الحليب فهولي أفضل نعم ممكن. يعني أنت ذكرتيني الآن بموقف بجوز يعني هو بعيدا شوي عن الموضوع بس قريب بفترة السحور كان في زمان دكتورة صاحب لإلي فكنا لما هيك تصدف وأتسحر معه يتسحر عادي زي يعني الأمور يلي موجودة كانت على الطاولة بس كان يختم تعرف إيش يعني تتراهض بحبة شوكولاتة من نوع كثير مأساوي اوكي يعني فعلا حبه الشوكليت كانت طعمها يعني مش منيح اوكي فكيف طب ايش معنى هذا النوع بالذات بكي عشان تنسد نفسي بعد ما اكل بس الله لا يورجيك دكتور كيف كان حجم العطش اللي كان يورطنا فيه اكيد يعني فعلا حاجه تانية بتزود العطش الاملاح الملح كتير في الاكل نعم. فنختار الاجبان اللي ملحها قليل مظبوط كل الاطعمه ملح قليل لو سولت لو سولت في كل حتى لو هنعمل بيض مقلي او بيض مسلوق ما نحطش عليه ملح كتير لان الملح بيزود الاحساس بالعطش صحيح صحيح أوكي. يعني دكتور اليوم موضوع مهم كتير خصوصا بقرب حلول شهر رمضان المبارك ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم وعلى الامتين العربيه والاسلاميه الف الف خير نصيحتك الأخيرة يلي بتوجهها لكل الأشخاص بالأمور يلي ذكرتيها بشكل عام وملخص تفضل عليكم يا دكتور نستقبل رمضان بسعادة صوموا تصحوا إن شاء الله شهر رحمة وخير علينا جميعا تطهير للجسم وتطهير للقلب والعقل والروح والشكل ما تقلقوش إذا شكلكم في الصيام شوية باين علينا الإرهاق باين علينا التعب أول كم يوم بس وبعد كده هنتعود والجسم هيتعود والحرق هيتظبط وأمراض كتير جدا الأبحاث العلمية دلوقتي قالت صوموا علشان تتحسن زي الصدفية والإكزيما صحيح. وإحنا عندنا الصيام من أكتر من 1400 سنة فبيوصفوا صوم بتاعنا إحنا فابتعدوا عن السهر كتير قسموا الوجبات لثلاثة فطار وجبة خفيفة في النص ممكن تبقى فاكهة أو شوية حلويات خفيفة ندوقها برضو نعم. والسحور إن شاء الله وإن شاء الله تكونوا في أحسن صورة في العيد بإذن الله
حافظوا على ترطيب البشرة، الواقي الشمسي، نغسل جسمنا كتير، وجهنا كتير، نبتعد عن الحرارة على قد ما تقدر، وإن شاء الله ربنا يتقبل من الجميع. مروة، طبعا مروة البدوي، احنا بنشكرك دكتورة مروة البدوي على هالمعلومات الجميلة اللي ذكرتينا إياها، ويعني هالموضوع الخاص ويلي في أشخاص كثير ممكن يهكلوا همه، بقول لك شكله ممكن يتغير، بس الدكتورة أعطتكم من الآخر. يعني بعد أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، فالجسم سبحان الله بطبيعته بياخذ على طبعا الجو المناخي. طيب.